شيف كونديشن اللي هي حالات الشرط باستخدام ايه؟ بداية كده يعني ايه الشرط؟ يقول لك اللي اوله ايه؟ شرط اخره نور. يعني ايه؟ هنتفق على حاجة ففي نتيجة هتحصل. هنتفق على حاجة معينة في حاجة هتحصل. ازاي؟ يعني اما اجي اقول لك لو ذاكرت هتنجح. لو ذاكرت هتنجح. ثانية واحدة كده، ثانية واحدة. يبقى هقول لو أنا جعان هاكل. فقسمنا بقى حالات إيه ديت لأول حاجة اسمها زيرو. اسمها إيه يا جماعة؟ زيرو. يعني إيه زيرو؟ قال لك زيرو ديت يعني ملهاش غير احتمال واحد فقط. يبقى أنت لو حطيت لي شرط معين ومستني ايه اللي يحصل بعده، كله هيتفق ان هي حاجه واحده. يعني ايه؟ يعني لو انا قلت لك مثلا if you are hungry، لو انت جعان، ايه ده؟ هل في واحد جعان هيروح يعمل حاجه تانية غير الاكل؟ هيقابل اصحابه؟ هينزل؟ هيجري؟ ولا هو كله هيقول اكيد هياكل؟ ها كله أكيد هيتفق على هياكل. كده ولا لا؟ يبقى اهو if you are hungry you eat، لو انت جعان بتاكل، تمام؟ لو انت عطشان بتشرب، صح ولا ايه؟ لو غليت، لو سخنت الميه هتغلي، صح ولا ايه؟ طب لو حطيت الميه في الفريزر هتتجمد. الله، يبقى ايه ده؟ في كام احتمال؟ هو احتمال واحد فقط اللي هو كل الناس هتتفق عليه. يبقى تاني الزيرو كونديشنال اللي هي الحاله الشرطيه بنقول عليها زيرو. ليه زيرو؟ لان هي ما فيهاش احتمالات، هو واحد بس، زيرو. تمام؟ فبتتكون من ايه بقى؟ قال لي الاول بنجيبهم اف. اف ديت بمعنى ايه ده؟ وبعد كده بنجيب بريزنت سيمبل، مضارع بسيط اهو. طب والجمله الثانيه بتكون برضو present simple. يبقى تاني if اللي هي الزيرو يا جماعه تتكون من ثلاث حتت، لو فصصناها كده ثلاث حتت. اول فص if، بعد if بيجي الفص الثاني اللي هي جمله في المضارع البسيط، وبعد كده بحط كوما. ها اخر حاجه جمله برضو بتكون في البريزنت سيمبل. يبقى قاعده اف الزيرو فيها اداه شرط اللي هي اف، وفيها جملتين، اول جمله بريزنت سيمبل وتاني جمله بريزنت سيمبل برضو. تمام كده؟ مفهومه؟ أو طب ندي امثله عليها، ندي اكزامبلز عليه. اقول لك ايه؟ اف يو heat water، لو انت سخنت الميه ايه اللي بيحصل للميه؟ هتقول لي كده it evaporates. يعني ايه evaporates؟ تتبخر. واحد يقول لي ما هي هتغلي الاخر. اه حبيبي كمل تسخين الميه، بعد ما هتغلي ايه؟ هتتبخر، صح ولا ايه؟ اقول لك كده if you are مثلا ايه، مثلا if you are if you are thirsty، لو انت عطشان ايه اللي هيحصل؟ you drink، لو عطشان بتشرب. فيها مشكلة كده؟ لاحظ ان احنا قلنا you عشان ال present simple حطينا مصدر، وهنا علشان it برضو عندي present simple فضفت للفعل ايه؟ اس. في مشكله كده؟ تعالى بقى الحاله الايه؟ الفيرست بقى. الفيرست. الفيرست دي بتعبر عن ايه يا ريتاج؟ قال لي بنجيب اف المقادير بقى، عارفين المقادير؟ اف
وبعدها present simple. هلا تاني زي الزيرو زي الزيرو if بعد كده present simple. المشكلة بقى في اللي بعد مين؟ في اللي بعد البريزنت سيمبل ده. قال لي بنجيبه يا جماعة will مع الفعل في الايه؟ في المصدر. will مع الفعل في المصدر. طيب ايه كده الفرق بينها؟ قال لي دي بتتكلم عن احتمالات. بتتكلم عن ايه؟ احتمالات، مش هو حاجة واحدة. لا دي كذا احتمال. ازاي يعني؟ افهم. دلوقتي انا قلت لك لو انت جعان هتاكل، وقلنا كلنا هنعمل نفس الحاجة، اللي جعان هياكل، اللي عطشان هيشرب، اللي هيسخنوا المياه، المياه هتتبخر. حلو قوي. انما لو قلت لك كده if you are late، if you are late، لو انت متأخر. واحد يقول لي مثلا والله you will take a taxi، هركب تاكسي. ما فيش غير الا الاحتمال ده؟ لا. You will، ممكن واحد يجي يقول لي ايه؟ You will run، هتجري. ممكن واحد يقول لي You will cancel. واحد ممكن اصلا بقى ايه انتخ، يقول لك ايه انا هكنسل الميعاد اصلا. تمام؟ يبقى كم احتمال كده؟ كم احتمال؟ ثلاثة. هل نقدر نقول على ان واحد فيهم ما ينفعش ولا الثلاثه ينفعوا؟ الثلاثه ينفعوا. يعني لو واحد قال لي يو ويل تيك تاكسي اقول له صح، واحد قال لي يو ويل ران هقول له صح، يو ويل كانسل هقول له صح. ما هو الثلاث احتمالات ينفع يحصلوا. يبقى ايه الفرق ما بين الزيرو وما بين الاولى؟ في الزيرو هو احتمال واحد الناس كلها تتفق عليه. تمام؟ زي مثلا هل في واحد هينجح يزعل؟ لا. بس كده يبقى ده زيرو. انما مثلا واحد جعان، واحد جعان فقلت يقول لي ايه بقى؟ واحد يقول لي هاكل سندوتش، ده ماشي. واحد يقول لي هاكل حته فرخ، واحد يقول لي هاكل شويه رز، واحد يقول لي هدخل مطعم، واحد يقول لي فاهم. يبقى كم احتمال؟ كذا واحد، صح ولا ايه؟ واحد يقول لي هشتري برجر، واحد يقول زي انت وبابا مثلا ايه، رحتوا مثلا اتفسحت فدخلتوا مطعم، فيجي جاي قايل لك هتاكل ايه؟ اقول له بابا والله ده انا لو في المطعم هاكل مثلا بفتيك. واحد تاني يقول لا بابا والله ده انا لو في المطعم هاكل استيك. واحد يا بابا لو مش هاكل كيك. تمام؟ يبقى هو كل واحد هيختار الحاجه اللي هو ايه عايزها، يبقى في كذا احتمال. مفهوم الكلام ده؟ تاني تتكون من ايه؟ present simple يا اخوانا. الاول بجيب if طبعا، وبعدين present simple مضارع بسيط، الجزء الثاني ايه يا كتاكيت؟ ويل ايه؟ والمصدر. ويل ايه؟ والمصدر. ايه ده يعني مفيش غير الا ويل والمصدر؟ لا يا حبيبي، جمله يا حبيبي، ركز بالله عليك، ركز. اف وبعدين بريزنت سمبل وبعدين ويل وايه؟ ويل ومصدر. ماشي كده؟ قال لي بقى العيال دي شكلها كده ايه؟ ثانية واحدة. الو، يبقى لو جه قال لي العيال ديت ايه شكلها مش فاهمه كده، في رابط اسمه unless. ايه unless دي؟ unless ديت معناها اذا لم. الله، طب ما انت اعطيني اسم ايه، اعطيني اف فوق قايل لي معناها ايه، معناها ايه ده؟ تمام؟ يبقى قال لي ايه رابط اسمه unless. يعني ايه unless؟ اذا لم. طب يا مستر ما انت قايل لنا فوق اف ديت
بمعنى ايه؟ بمعنى اذا. في كلمه بقى في الانجليش اسمها اذا لم، بتيجي مكان مين؟ بتيجي مكان ايه؟ طيب لو انا قلت لك كده، if they are late، if they are late، وجيت قلت لك كده they will take a taxi، وجيت قلت لك استخدم لي بقى يا عم الشاطر انت، استخدم لي unless، اذا لم، اقول لك حلو جدا. unless they are، خد المعلومه دي، بعد unless لا ياتي نفي. يعني ايه؟ مش if ينفع اقول they aren't؟ ينفع، انما unless ما ينفعش اقول they aren't. هقول كده unless they are late، اخلي الجمله زي ما هي. طب اذا لم دي يعني منفي، قال لك يا حبيبي انفي في الجمله الثانيه زي ما انت عاوز، يبقى unless they are late they will not take a taxi. واو واو واو، مين البيبي اللي معانا ده؟ unless they are late they will not take a taxi، لن يأخذوا من الايه؟ التاكسي. تاني مثال تاني، قلنا if الحالة الأولى بيجي بعدها present simple وبعدين will مع الفعل في المصدر، قلنا بتفيد احتمالات كذا حاجة ممكن تحصل. لو متأخر واحد يقول لي هاخد تاكسي، واحد يقول لي هجري، واحد يقول لي هكنسل الميعاد أصلا، تمام؟ يبقى في كذا احتمال. طيب مثال اهوت بيقول لي if you play with me، لو لعبت معايا I will win، سوف افوز. واحد يقول لي ما هو احتمال واحد بس، لا يا حبيبي ده في احتمالين، ما هو يا انا افوز يا انت تفوز، صح ولا لا؟ هو ما فيش احتمال واحد، لا يا انا افوز، هي لعبه واحد فيها لازم يفوز، يبقى يا اما انا افوز يا اما انت تفوز، صح؟ كل الجيمز تقريبا بتخلص كده، واحد بيفوز فيها، يبقى في كام احتمال عندي؟ احتمالين، فنقوله كده. يوز بقى unless، unless معناها اذا لم، فاجي اترجم يا نبيل يا مدوخني اقول كده unless ما يجيش بعدها not، ابدا ابدا. unless you play with me، ترجم كده اذا لم تلعب معي. طب هو انا هفوز لو لعبت معايا؟ في حد هيفوز؟ اسيبها كده ولا اغير؟ no one will win. ممتاز يا علاء، ولا ممتاز الواد ياسين ده، شكرا يا مستر. ممكن اقول I won't win، ممكن اقول you won't، ممتاز يا ياسين والله. هو لخصها لي بقى no one will win، اللي هو ايه؟ محدش هيفوز، محدش هيتعلم هنا. ها unless you play with me I won't win، انا مش هفوز، او زي ما قال مستر ياسين no one will win. مفهوم يا شباب كده؟ مثال اخير على حته unless دي، if they if they help me، لو ساعدوني I will give them money، لو ساعدوني هديهم فلوس. واحد يقول لي يا مستر ما هم، ما انا ممكن ارجع في كلامي واقول لا مش هعطيكم فلوس، صح ولا لا؟ مش ممكن ارجع في كلامي؟ في كذا احتمال، ها ولا هو احتمال واحد؟
لا في غير احتمال واحد. احتمال واحد ازاي؟ احتمالين نص. احتمالين ممكن نرجع احتمالين. ما لاقيش معايا فلوس دلوقتي، معايا شوكولاتة، هاجي جاي اعطيهم شوكولاتاية. في كذا احتمال، انما لو جعان هتعمل ايه؟ اكل. اكل. كم احتمال؟ واحد بس. واحد بس، يبقى هنا دي. ايوه ممكن في واحد تاني ما ياكلش يا مستر لو جعان برضه. كلام، طب خليه ما ياكلش كده، ما ياكلش لغايه امتى؟ مش هياكل شويه بس. أيوة. هياكل في الاخر. بس في الاخر ممكن هيحصل ايه؟ ممكن ما ياكلش في نفس الميعاد. في الاخر هيحصل ايه؟ هياكل. بس خلاص انا ليا النهايه. طيب. تعالي بقى يوز ايه؟ unless. هقول يبقى unless دي بتنزل زي ما هي، unless they help me. هعمل ايه بقى؟ هديهم فلوس؟ لا، I won't to give them money. I won't give them money. تمام كده؟ اتفهمت؟ ايوه. مش الحالة الايه؟ الأول بس لو جه سألني وقال لي حط أداة استفهام إيه؟ وات؟ أقول له غير أزغط بط؟ أقول له هو عايز سؤال بوات. فهنقوله كده وات ويل يو دو، ماذا ستفعل؟ واحد يقول لي دي وونت. أيوه حبيبي، ما هو أنت ما تديلهمش فلوس، دي حاجة برضه. وات ويل يو دو إف they help you. If they help you، لو ساعدوك. واحد يقول لي طب يا مستر على unless، اقول لك كده what will you do unless they help you. ترجمها لي يا مستر، اللي انا معلش مش عارف اترجمها قوي. ماذا ستفعل اذا لم يساعدوك؟ هتعمل ايه؟ هرسم خط وامشي عليه. مفهومة الحتة دي؟ ايوه يا مستر مفهوم. تعالى بقى ايه الحالة الثانية. طبعا مش احنا الحمد لله دخلنا السنة الجديدة. كل واحد طبعا 23 وكل واحد بيتمنى حاجة جديدة، حاجة يعني في السنة الجديدة، يبقى نفسه يعمل حاجات يعني. قال لي أهي الحالة الثانية دي هي دي بنقعد نتمنى فيها، نقعد نتمنى. نقعد إيه؟ نتمنى. إيه هو التمني؟ التمني هو طلب شيء ليس معك الآن. انت بتطلب حاجة مش معاك دلوقتي، يا رب نجحني. هل انت دلوقتي ناجح؟ لسه، يبقى ان شاء الله ربنا ينجحك. تمام. يا رب يبقى معايا فلوس كتير، يبقى انت دلوقتي معناه ان انت معاكش فلوس كتير. تمام. يا رب مش عارفة ايه، فيبقى انت دلوقتي مش معاك الحاجة دي، وهكذا. ده الايه؟ تمني بيبقى عكس الواقع يا مستر. عكس الواقع. يا سلام على جملك، يا سلام على جملك. ده انا كاتب يا مستر. عارف والله، عكس الواقع. عكس الايه؟ الواقع. مفهومه الحته دي؟ والله انا بقى معايا مدرسين في الحصه ما شاء الله يعني. عكس الايه؟ الواقع. نيجي شوف ازاي. يقول لي كده هي از ليت، I am angry. أنا غاضب. الأول الحالة الثانية بتتكون إزاي بقى؟ ركز معايا. if وبعد if past simple، جملة يعني، ها جملة past simple. والجملة الثانية جملة برضو، ها بيكون فيها يا جماعة يا إما would
يا إما could مع الفعل في الإيه؟ في المصدر، يا إما would يا إما could والفعل في المصدر. إزاي؟ هو إيه الواقع؟ He is a late. طب إيه نتيجة الواقع؟ إن أنا متأخر. تعالوا نربطهم كده الاثنين بإف. قبل ما نربط ونحل هنتفق على حاجة. إيه هي؟ verb to be لو لقيته بعد إف في الحالة الثانية. إحنا قلنا طبعًا بنتكلم على past simple. طب الـ past simple في verb to be was أو إيه؟ where. was ركزوا معايا مع في العادي ها ده في العادي مع I وهي وشي وإت. طب وير في العادي مع مين؟ وي ويو وذي، صح ولا غلط؟ صح كده؟ طيب قال لي في الحالة، أيوه يا ياسين. معلش يا مستر رفعت إيدي بالغلط. طيب في الحالة الثانية فقط، فقط الحالة الثانية فقط، فقط يجوز استخدام. الحالة الثانية فقط يجوز استخدام وير مع جميع الضمائر. يبقى أي ضمير في الحالة الثانية أختار verb to be عادي، أختار was أو سوري أختار إيه؟ where ممكن، يعني لو هي أقول هي وير في الحالة الثانية فقط الجملة اللي بعد إف. يعني هنا بس هنا. طب هنا هي اصلا في الجمله الثانيه وود وكود، مش هستخدم وود وير، يبقى في الجمله اللي بعد ايه بس استخدم وير ممكن مع جميع الضمائر. طب ولو استخدمت ووز مع اللي هو ووز يعني عادي، ولكن تكمله المعلومه بقى دائما استخدم وير، دائما استخدم وير مع الضمير I. يعني انت في الحالة الثانية لو قلت if I was انا هقول لك غلط. في الحالة الثانية انا ما بعرفش غير الا if I were، طالما في الحالة الثانية. السلام عليكم، احنا حالة ثانية، اخد if I was ولا if I were؟ لا if I were يا حبيبي، if I were يا حبيبي. طب لو ما فيش if، لو مفيش اف لا يا حبيبي خلاص بقى ووز وير عادي، استخدمهم زي ما بنستخدمهم، اللي مع ووز مع ووز واللي مع وير مع وير، صح ولا ايه؟ مين مش فاهم؟ صح يا مستر. مين مش فاهم؟ انا مستر. مين؟ انا فاهم. وانا مين مش فاهم؟ انا. انت أنا. مين؟ انت مين؟ فريده. فريده. فريده ايه اللي مش فاهمه يا ريري؟ هو انا ما فهمتش اصلا الكلام كله اصلا، كله من الاول خالص؟ لا من اول اف امتى يعني استخدم ووز مع اي وامتى استخدم وير مع اي. بصي يا فريده، احنا في العادي الماضي من verb to be ووز او وير، صح؟ جملة عادية. صح. بقول I was, he was, she was, it was، صح؟ صح. خلاص. تعالي we were ديت بنقول we were, they were، ها؟ you ايه؟ were، صح؟ دول ما فيهمش مشكلة. دول ما فيهمش مشكلة. في الحالة الثانية بقى فقط
في الحالة الثانية فقط. يعني أنا لقيت إف ولقيت بعد إف آي أو هي أو شي أو إت، ممكن يا فريدة أستخدم يا إما ووز يا إما وير، ومحدش هيقول لي أنت غلط في الحالة الثانية بس اللي إحنا بنتكلم عليها. تمام؟ بس يا فريدة لو لقيت إف آي وكتبت ووز هبقى غلط، يبقى هي وشي وإت ممكن أكتب ووز ووير، إنما في آي لازم أقول إف آي إيه وير. ده في الحالة الكام بس؟ في الحالة الثانية يا فريدة. ماشي. يا رب تكوني فهمتي، بسطناها. مش فهمت. إيه؟ مستر يعني مستر هي بتعملها معاها موز وآي وير. يعني من الآخر كده في الحالة الثانية كل الضماير ممكن أستخدم معاها وير. هي وشي وإت. هي وشي وإت. عادي استخدمت ووز استخدمت وير مفيش مشكلة. إنما في آي ما ينفعش أستخدم، ها؟ ما ينفعش أستخدم إيه؟ ووز. لازم أقول إف آي إيه؟ إف آي إيه؟ وير. آي بس هي اللي وير. دايماً. دائماً. طيب بندي مثال. المثال بقى اللي إحنا كنا كاتبينه. بص كده. He is late. I am angry. هو متأخر أنا غضبان. هو متأخر أنا غضبان. استخدم if. أقول له if he. اعكس الواقع. اعكس الواقع. الواقع إن هو متأخر. يبقى التمني هيكون إن هو إيه؟ مش متأخر. صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ صح. صح يا مستر. صح. صح. يبقى if he. طب افرض يا مستر انا رحت جاي قايل if he wasn't. صح ولا غلط؟ صح. افرض يا مستر انا قلت if he weren't. صح. ليه بقى؟ لا وانت مش بتقول لي he وشي وات ممكن اجيب was وwere؟ اديني جبتهم لك اهو يا ووز يا وير. اختار انت يا معلم. اختار يا معلم. طب افرض بس يا مستر انهي الاصح ووز ولا وير؟ لسه هقول اهو، لسه هقول اهو. افرض لقيت ووز ووير في الاختيارات اعمل ايه؟ اختار وير. يبقى مين الاصح؟ وير. في الحاله الثانيه من اف الأصح دائماً وير. تمام؟ مستر. نعم. طب يا مستر لو مثبتة نخلوها منفية؟ ولو أنا منفية نخلوها يعني مثبتة؟ المهم تعكسي لي المعنى. يعني واحد يقول إيه؟ أنا مش طويل، مش طويل، ده بالنافية أهو. ممكن واحد تاني يقول أنا قصير وخلاص، جملة مثبتة. صح؟ يبقى يا اما نقوله بنوت يا اما بنغير عكس ليت ايه؟ ايرلي. صح؟ صح. يبقى ممكن اجيبها if he were early لو كان مبكرا. يعني مستر لو نوت نشيلوها ونحطه مثبتة براحتك، يعني تخليها جملة مثبتة وتعكسي الصفة، يا اما تحطي نوت وتريحي دماغك. تمام كده؟ تمام. يبقى if he weren't عشان الزوم الزوم هيقفل نكمل الجملة. if he weren't late وبعد الزوم الثاني هندي مثال ثاني. if he weren't late هل أنا هكون غاضب؟ لا والله. I wouldn't be angry. مش هكون غاضب. if he يا إما wasn't يا إما weren't late. I wouldn't be angry. ما كنتش هبقى غاضب. اقفل يا زمزم.